علم توحيدك إن أدبرته ومعرفة إلهي وعلمك أوه الرأي قفك كواجبه علم أحوال القلب قلبك أقوحه وكوه ناكسنان لهانا وإن أدبرته علم الشريعة شريعة وإن أدبرته حلاشي حرام تسيادوك لو قادوا أحكام تدينك أفهمته صدح ذا علم فرض عين بيكون نقول عدكان قادي سمالوه ولكن علم توحيدك أدبرنا يسوقفك لك رب محويها فأما علم التوحيد فهو أن يعرف الشخص أن له إلها عالما قادرا حيا مريدا متكلما سميعا بصيرا واحدا متصفا بصفات الكمال وإن صلى أبرته منزها عن النقائص والزوال ليس كمثله شيء وأن يعرف أن له ملائكة إلهي إنه ملائك لي أن له لله ملائكة وهم عباده لا يعصونه فيما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون وأن يعرف أن له كتبا منزلة وكلها منسوخة بالقرآن وأن يعرف أن له رسولا أرسلهم إلى الخلق إنه إله الرسول صادره مخلوق أو صادره يعني وأركان الإيمان كيوة أولهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعته باقية نبي محمد شريعته سوى باقية إلى يوم القيامة وأن يعرف أن سؤال منكر ونكير حق والحشر والنشر حق والجنة والنار حق والحساب وأن الحساب والميزان والصراط حق وأن يعرف أن القدر خير أن القدر خيره وشره من الله تعالى لا يجري شيء في الوجود إلا بإرادته ومشيئته تعالى سبحانه وتعالى يعني وأساس علم التوحيد يعني هي لها أساس إن أدبرت أركان إيمانك يعني أساس إيمانك وإن وقفك برتوي وأما علم أحوال القلب قلب أحواله سواء علمه برت لأن نفسه سواء يكون أكسنان يسقف كونه برتوي فهو أن يعرف الشخص أن للقلب أخلاق محمودة فيفعلها قلبه أخلاق ونأكسن بولي دبيعوين استفاد ونأكسن وصمينا يا وأخلاق مذمومة أخلاق حنة وليها فيتبعد عنها وكفقانية أما المحمودة أعمال يعني أخلاق ذا ونأكسن فتوكل على الله تعالى والإخلاص له لله سبحانه وتعالى عبادة إله الله خلص إله إلا تلصارته والحمد والشكر على النعم والتوبة من المعاصي والخوف من الله إلهي أولاك عبسد والرجاء يعني والزهد والصبر والمحبة والرضا بالقضاء وذكر الموت وأما المذمومة صفاتك مذمومة أما أخلاق مذمومة لدون يقف نسك إلى لها فكالحرص على الدعام والشراء إنه عمتد يبيها ونكود ذا على شيء أمك فكرة يا بس وكراهية الجوع إنه نفسد قاجدة مع أن فيه فوائد قاجدة فائدة بدن بيلاد منها صفاء القلب ورقته وذل النفس وكسر الشهوات وزوال النوم المانع من العبادة فحصل قاجدة لقيها لابد قلبك وسافي النقض قلبك وجلعه ذل النفس نفتي وذله شهوات قفك وجبته ويهوص بعضه لأن عنتظني يوحني دركتني الراحة يعني النفط يا شهوات كردين يا نفط يعني كبعين يا عيلين يا وزوال النوم هردني ويرانا إذا المانع من العبادة قفك هذه عنتدي سيرتا هردني سوما بدنس هذه قفك عنتدي سوما بدنس شراب كيسا بدن عبتان كيسا بدنس عبتان كيسا مبر أركو برتن هردني سوما بدنس وإذا كثر النوم وقسى قلبه من كثر أكله كثر شربه ومن كثر شربه كثر النوم ومن كثر النوم وقسى قلبه يا قلبي بقى أنجع يا مركز عبادة لنا يوحنا أتقطع كيسا وكالحرص على الكلام فيما لا يعني وين اسكيلا صفاتك مذمومة وحكم مذمومة الحرص على الكلام فيما لا يعني لأن للسان آفات كثيرة لسانك حولي آفات فربضا لأن للسان وحوصنا آفات لأن آفات كثيرة با للسان أصولا والقالب عليه منها كأقدر آفاتك وحقدر الغيبة والكذب والمدح والمزاح وكالغضب والحسد والبخل وحب الجاه وحب الدنيا والكبر والعجب والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب وإن وسك إلى لي صفاتك صفاتك علمي لا تكون وحصل علمي لا تكون برنيسة أحوال القلب وحتكون برنيسة علمي لا تكون برنيسة وأما علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فعله فالواجب عليك معرفته لتؤديه على حقيقته كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أنواع العبادات والمعاملات والمناكحات وأفضل العبادات البدنية الصلاة لأن العبادات إما قلبية كالإيمان والتفكر والتوكل والصبر والورع والزهد ونحوها وإما بدنية
كالإسلام والصلاة والصوم والحج والقلبية أفضل من البدنية. عبادات كقلبك العبادات القلبية أفضل من البدنية من العبادات البدنية. وأفضل القلبية الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تضوعا بالتجديد. وأفضل البدنية الصلاة كما تقدم. مركا وإنه برتمرك أصقفك علم شرع وإنه صدح لا علم وقفك واجبي علم توحيد علم أحوال القلوب علم شرع مركا علم فرض عين تكون غني كاوي أنت هدار حصل إسه علوم تكرر لو حلقي يا بعين مركا زيادة نغني إسه فرض كفاية وقفك إنه علم جزيز زيادة دوا أطلب العلم ولا تكسل علم قد طلبها وهسني فما أبعد الخير خير كم حكف قام بغسني على أهل الكسل ذاتك وهسد خير ما خير ما جاره.